في إطار رؤية جلالة ملك البلاد المعظم وتطلعات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز قرارا بتعيين ممثلين عن الشركة القابضة للنفط والغاز بمجلس إدارة شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات بافكو. نعم، ونص القرار بتعيين الشيخ إبراهيم بن خالد الخليفة رئيسا لمجلس إدارة الشركة وتعيين كل من السيد محمد سعيد شهاب والسيد عبد الله عيسى المناعي أعضاء بمجلس الإدارة. يأتي هذا القرار ضمن مساعي الشركة القابضة للنفط والغاز في الاعتماد على الكوادر الوطنية لتعزيز التطور في الشركات التابعة لها بما يتوافق مع استراتيجياتها المستقبلية وضمان الاستدامة.